معايا وجابها لي من قبل ما افكر فيها. احنا كنا في حياة بجد يعني رائعة من وجهة نظري. ليه خد القرار ده؟ ما اعرفش، ممكن يكون تسرع فيه. مش عارفة الحقيقة. انا لو انا من لحد دلوقتي نفسي اعرف انا اتطلقت ليه. حضرتك تعرفي، يا ريت تقولي لي. انا انا نفسي حابه اعرف اسمع السبب، منك. انا عملت ايه اتطلق، انا هو ده السبب. هل استحالة العشرة دي بتظهر فجأة في موقف أو في يوم وليلة أو في وقت كنت طلاق، معاه قبل الطلاق ولا بقد بيكون ايه؟ أنا يعني قبل ما يطلقني أنا كنت موجودة في الرياض بتاريخ 28/12 قبل النيو يير تقريبا على طول. أنا كنت هناك يعني كنت مع جوزي، ف 28/12 لتاريخ 4/1 الفترة قصيرة قوي لاستحالة العشرة والمعيشة والكره والاتفاق على الطلاق واتمام الطلاق، ولا حضرتك شايفه ايه؟ لا، فترة قليلة. يعني الكلام بالعقل وبالمنطق، يعني نحسب التواريخ طلبتي نشوف منه انا مثلا اتطلقت امتى. طلب عجزه، طلب ضد رغبته؟ استاذه استاذتي فاضله، انا ما اتفضلي. اتكلمتش مع جوزي مكالمه واحده من يوم ما جاني العقد الغيابي لحد ما بكلم حضرتك، ولا اتقابلنا ولا اتكلمنا ولا حصلت مكالمة واحدة ولا شفته حتى صدفة في مكان. عظيم. أنا بتكلم على آخر لقاء بينكو، كنت طلبت منه حاجة صعبة، أبدا، عمري طلبت ما حاجة طلبت، هو عمري مخرجها من أنا حساباته؟ عمري ما كنت بطلب منه حاجة. هو كان بيجيب لي كل حاجة من غير ما أنا عمري ما طلبت حاجة. طلبت تخلفي مثلا يا مي؟ لا ما طلبت، أنا عندي الحمد لله بنات مش محتاجة خلف، وده كان اتفاقنا من الأول خالص إنه الحمد لله هو يعني عنده أنت ولاده أم وهو أب. وانا مظبوط، وده انا عندي بناتي، وكان اتفقنا ان احنا ما نخلفش. استقبلتي بقى ورقة طلاقك ازاي؟ من خلال المأذون استقبلتيها طلق. نفسيا ازاي؟ لا يعني قولي. نفسيا انا يعني لحد دلوقتي انا مش احسن حاجه، بحاول ان انا ابقى كويسه. يعني لو قال لي انا كرهك مثلا او انا ما بقتش احبك او اي سبب يقول لي اي حاجه ويقول لي انا مش عايزك، فيكون في اصلا العقل والقلب اخذوا فتره ان هم يستوعبوا، لكن الصدمات اللي الكتيره اللي ورا بعض مره واحده. المقربين منك استقبلوه ازاي؟ كل الناس مستغربه جدا ازاي قصه الحب الفظيعه دي تنتهي بالشكل المفاجئ ده بالسرعه دي، ليه؟ كل الناس بتسال ليه مش انا لوحدي. انت استمرتي قبل الجواز على علاقة بالموسيقار هاني فرحات؟ يعني قربتي منه؟ احنا اتخطبتي؟ كنا اصدقاء قبل ما نتجوز بسنين كتيرة جدا، يمكن من سنة 2015 أو 2016، عظيم. أصدقاء في جروب كبير، فإحنا نعرف بعض كأصدقاء بدون أي مشاعر بشكل كويس جدا. أنت عارفة لما بتكوني صديقة مقربة من حد بتعرفي عنه أكتر ما بيكون في مشاعر. عظيم. مظبوط؟ فإحنا نعرف بعض كويس جدا.